كنتي بتقولي انه انت شايفه ان تجربتك يعني غير معتاده لانك مدمنه ولانك بتتحرشي بالرجال. هذا الدوبلكس غير صالح للاطفال. هو اللي بيخليكي تخرجي حمادة بره شعورك خش نام فتبتدي تتحرشي. مش دايم لكن اللي دايم حلاوة الروح. وبابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا. جسد بس بغير ظافر عبدين أكلك منين؟ أهلا أهلا أنكل ظافر، شكلك حلو وقلبك طاهر. أخبارك يا كار؟ أهلا بيك. أنت طلعت بقى مش فوتوجينيك. الفوتوجينيك ده بيطلع شكله حلو في الصورة، أنت طلعت في الحقيقة بقى فوتوجوليك. صح؟ على رأيك. طيب هو على العموم لو كنت اللي بتتكلم معاهم بيسرحوا في جمالك ده مش هيحصل هنا. أنا متأكد. عشان الفقرة دي بتدور على الحقيقة. كارو لا يهتم بالمظهر، كارو يبحث عن الجوهر والقلشة الحلوة. جاهز نبتدي؟ يلا. الاسم اللي اتفرض عليك؟ ظافر زين العابدين. بالظ ولا بالز؟ بالظ. ظ ظ قول ظ فر ظافر. لا هي الظ هي اللي فيها المشكلة مش الفر. وبتطلع لسانك كل مرة بتقوله؟ لا. السن 44.
أصغر من أحلام بثلاث سنين وحوالي 3 مليار دولار. بلد المنشأ تونس. الخضرة يعيشك يعيشك برشا يعيشك برشا. الطول 1.83 متر. أقصر من باسكال مش علاني باتنين سنتي. الوزن 89. بس كده عندك 6 كيلو دهون مستحيل. كارو لحظة لحظة كارو، 89 حلو؟ في فما حد قال 89 حلو؟ هتقولها هيقول عليها حلو. 87. ده الجمهور في جيبك خالص. وده بيوترني. مقاس الرجل انا 44، السنه دي 44. كل رجل وانت طيب. عدد اللغات اللي بتتكلمها؟ 3 وواحده انتهت فيها. 4. طبعا دي لك جملة تتحت فيها بقى كلهم وتقولها لي بالأربع لغات. بحاول. عايزاك تقول لي أنا أكتر. يا خلاص هل تيجي مكاني يا تنت؟ خلاص 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 يعني أقوم لها دي بالتونسي. كارو معلش بعدين ممكن؟ ممكن عشان خاطرك بس. نحبك بالتونسي؟ بحبك بالمصري. جو تام بالفرنسي. اي لوف يو بالانجليزي. و يا وتيامو بالايطالي. لا تيامو بالسلامة ان شاء الله. والجملة بقى اللي احنا عايزينها بجد بعد ما انت اخترت حاجة سهلة. انا اكتر واحد متواضع في الدنيا. تقدر تقولها؟ تيامو. كانت مامتي كانت حبيتك خالص لما تقعد تدلع كده. في كام واحد وواحدة بيقولوا احنا اخوات ظافر العابدين؟ عندي زوز اخوات بنات وزوز اخوات ولاد. 4. كلهم اسمهم زوزو؟ لا. زوز بالتونسي يعني 2. طيب ترتيبك في وسط اخواتك؟ زوز قبلي وبعدين واحد قبلي وبعدين انا قبل الاخير. يعني انت الرابع. وعندك 4 اخوات وبتتكلم 4 لغات و44 في الرجل. سنه و44 في الرجل. و44 في الرجل الحمد لله. كل الاربعات دي في انسان واحد؟ ده من رابع المستحيلات. يا ترى بقى بتحب يوم الاربع تقعد مربع بين 4 حيطان؟ ها ها ها. لا حلو كارو. ميرسي. كنت شاطر في المدرسه؟ لا. ما ربنا مش هيديك كل حاجه. الحمد لله. طيب ايه اكتر حاجه اتحرمت منها في طفولتك؟ انا كنت نحب الحلويات كتير، فاي وقت مفيش ماكله حلويات طبعا يبقى خساره. عشان كده بقى عملت حلاوه الدنيا. ها ها ها. دي بتاعتي. انا بس اللي هقول امتى. اوكي. ما تعملش بقى جزء تاني لحسن تسوس. ها ها ها. طيب اول جريمه في سجلك الجنائي كانت ايه؟ طبعا لما كنت صغير ناخد فلوس من محفظه امي، يعني سرقه، بس سرقه بريئه. ما فيش سرقه اسمها بريئه. بطلت بقى ولا لسه دي هوايه بريئه عندك؟ بطلت من المحفظه بتاع امي من زمان. امتى ابتديت تحس بقى ان شكلك مش وحش؟ ممكن اول ما بديت نعمل عروض الازياء حسيت اللي ممكن مش وحش يعني. مفهوم مفهوم. لبس البوصه تبقى عروسه. طب ايه بقى المعاكسه اللي بتضايقك؟ لا بحاول لو في معاكسه بحاول اني يعني ما تفاعلش مع الموضوع.
سامعين؟ هيطنش هيطنش اي حاجه هتعملوها هيطنش. بس انت المفروض تقول انت مش عايز حد يمد ايده. انا سامع اصوات بوس مش عارف. ماشي يا كارو ده برنامج محترم. استنوا الفقره اللي جايه هي اللي فيها الشقاوه دي. طيب ايه الحاجه اللي بتتكسف توريها في جسمك؟ مش لازم نشوفها دلوقتي ممكن بس لا 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 ممكن رجلي. طب نحب بقى نشوفها دلوقتي؟ لا حضرتك شايفاني طرطور هنا وانت ممكن تركز؟ معلش اتفضل. طيب مين الممثلة اللي كنت بتحبها في مراهقتك؟ جولي روبرتس. بريتي مان يحب البريتي وومن. طيب عندك ايه شهادات علمية مش مزورة؟ شهادة في الكمبيوتر جامعية وشهادة في التمثيل. ايه ده؟ كمبيوتر وتمثيل؟ على كده بقى مش نجم شباك ده انت نجم ويندوز. ايه اول وظيفة اشتغلتها؟ كنت لعب كرة قدم. كنت بتلعب في نادي ايه؟ ترجي الريفي التونسي وبعد ترجي جرجيس. ترجي يا دولة. عندك فوبيا؟ الأماكن العالية. مش هيعرف يمثل مع طنط غادة عبد الرازق. طيب بتصرف فلوسك على ايه أكتر حاجة؟ ممكن اللبس. وايه كمان؟ حلويات. لبس وحلويات؟ انت بتخرج بقى لابس جاتوه سوري؟ عدد اللي لابسين دبله محفور عليها اسمك؟ فاضل ثلاث اماكن شاغره. مراتك معاها باسورد الموبايل؟ ما عنديش باسورد الموبايل. بيمسح اول باول. مين اكتر ممثل مراتك بتحب شكله؟ لا لا اكيد لا مفيش ممثل. اكيد مفيش غير ثقه. ثقه دي الثقه بالنفس اسمها الثقه بالنفس. طب مين ممثلين تانيين بتشوفهم بقى احلى منك؟ كتير. مين دول اللي كتير؟ برشا. برشا في العالم العربي ولا برشا في الساتلايت؟ برشا في البلايس الكل. مين بقى في العالم العربي؟ كتير ممكن احمد عز ممكن كتير. الجمهور رافض. ما هيوقعونا ما هتوقعوا بقى مع المزز التانيين. طيب هلعب معاك لعبة تانية. هتختار بين حاجتين والحاجتين مش حلوين قوي يعني. اوكي. جاهز؟ جاهز. تفلس ولا تتفضح؟ لو لازم اتفضح هتفضح يعني اكيد. تتخن وكرشك ما ينزلش ولا تتحرم من القهوة والشوكولاتة؟ لا اتخن طبعا الشوكولاتة والقهوة لا مستحيل. هما هيضحكوا على طول اي كلام مش هيضحكوا. خلاص يا كارو. هما جايين يضحكوا. بس. اللي تأدب. طيب الستات يبطلوا يحبوك ولا معجبة تمسك عليك زلة؟ تمسك عليا زلة. يلا حظوكم. طيب في نهاية الفقرة تحب ايه بقى تقوله لكارو قبل ما تديها حضن كبير؟ حبيبتي يا كارو. خدي بالك من نفسك. انت كده هتتبناني؟ اللي بيحضني بيتبناني. ماشي يا كارو. طيب. نتكلم مع قبله ونشوف. ما انا هسيبك بقى دلوقتي لمصيرك مع مامتي ومش فاضل غير اللي انا اقول لك سلام سلام يا ظافر. سلام سلام يا ظافر. استر يا رب. Thank you.
دوبلكس. هوا هوا الدوبلكس، الدوبلكس سوا سوا. تنويه وتنبيه، هذه الفقرة غير ملائمة للسيدات ضعاف القلب ومرهف الحس، نظراً لما تحتويه من مشاهد قد تحطم القلوب وتخرب البيوت. ينصح بالمشاهدة بعيداً عن الزوج والآلات الحادة. فضي الشقة وعيشي يا مدام. نتمنى للرجال نوماً هنيئاً. شايفين اللي هتموتوا عليه ده؟ بكلمة مني يتحرك، بكلمة. امسك كده ايدي يا زفر. لا اتلبش بقى حاجة قدامهم لحسن الرقابة، الرقابة. ايه ده رايحة فين يا مدين؟ عودي ترزع مكانك. هنا ممنوع لمس المعروضات. انا بس اللي ألمس. واللي هتفكر تقرب انا محاوطة الدوبلكس بسلك شائك داير داير. واللي هتضحي بالكولون وهتعدي السلك الشائك القناصة هيستعدوها. انا ممكن اعدي؟ لا 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 انت هتعدي فين؟ انت قاعد مش قاي. لا هوانا ولا تهاون، دي حاجات مستوردة وما بنشوفهاش كل يوم. فيلا رحبوا معايا بالمارونج لاسي اللي كلنا نفسنا فيه، زافر عابدين. عابدين جمالك يا اخي. ايه ده؟ الوردة كانت بتردعك ايه؟ بتبدرك بايه؟ بتنشفك بايه؟ ما كانتش بتنشفه. طب يا اخويا بحنا طول النهار بنشوف رجال. قالب اللور باك ده ما عداش علينا قبل كده. ازيك يا ابا؟ ازيك يا دفدف؟ شنو احوالك يا ابا؟ شحوالك كويسة. هو انت شايف عديت من المطار ازاي؟ انت المفروض يا حبيبي الجمالك تصدرك ونعملك مزار، مزار قومي. تيجي بقى الستات تزورك ويحطوا لك القرابين ونعمل بيك سياحة عبدينية. ازيك يا روح حبيبي تقبل؟ انا مبسوط جدا اني شفتك وسعيد جدا ان انا شايفك يعني، وحاسس بانرجي وطاقة. وانا كده ما اقولكش، بس تقول لي يا فوفا احنا خلاص بعد اللي حصل امبارح ما بقاش بيننا تكاليف يا زهر. لا خلاص. ولا مكسوف من الجمهور؟ لا هم شافوا يعني. ما تقلقش، هم خمس دقايق وكل اللي قاعدين دول هيروحوا يناموا عشان عندهم شغل بكره، مش كده؟ لا يهدكم، يحبوني ويموتوا في قعدتي، وانت كمان هتحبها. انا اول مره بجرب قاعتك وان شاء الله تكون فاتحه خير يعني. قاعدتي اكيد فاتحه خير، اكيد. ما حدش جرب قاعدتي الا واتفتحت عليه ابواب جهنم. اخبار لندن ايه يا زفر؟ حلوه لندن. ايه بردت دلوقتي ولا لسه ما شتتش؟ لا بدات تبرد، لكن اكيد سخونيه لندن عمرها ما بتوصل لسخونيه مصر. انت بقالك 18 سنه دلوقتي في لندن. 18 سنه. انا نفسي اعرف ايه اللي عاجبك في لندن دي ومخليك مكلبش فيها كده وسايبنا هنا موحوحين احنا. مراتي. هينكد علينا بقى، هينكد علينا. حد جاب سيرة مراتك يا حبيبي؟ لو على البيك بني نبنيلك، لو على الاسترليني نديلك، لو الفيشن شيبس نقليلك، بس ما تسيبناش كده في الفراغ الطلق. ايه يا هنا ولا مراته دي اللي هينكد علينا بسيرتها؟ انجليزية هي؟ ها مراتي انجليزية. طب وايه؟ ما انا بتكلم انجليزي، انا بتكلم انجليزي. واخدة كورسات مع شهادة ضمان 6 سنين للبي والبي كمان. مش ناقص كمان غير انك تقولي انك بتحبها. اكيد اكيد، بس انا قبل يعني موضوع زي ما بيقولوا في مصر اسمه نصيب مكتوب يعني، فمش
بس انا طيب. الحلاوه والزرافه. الله، بحب اللوتس قوي، حلوه والله. كفايه انها من ريحتك يا دفول يا حبيبتي. ان كاد موتي بغيظك، موتي بغيظك والله، هدوني حتى فرع من الفلوحات. بس على العموم يا زافر، لو حبك لمراتك يا حبيبي هو اللي هيجيبك تعيش وسطينا هنا، مفيش مانع، مفيش مانع، نحتضنها ولا ايه يا بنات؟ نحتضنها. انا متاكده يا زافر انها لو جت مصر هنا هتشوف ترحاب عمرها ما شافته. لو احنا عايزينك تبعت رساله لمرات زافر بالانجلش هتقول لها ايه؟ cover him لمي يعني، صح؟ I will kill you. ده انا ممكن يا نهار اسود. leave him alone. hide your husband. مش هتكلم اصلا، هو انا هقضي عليها على طول. احمد السقا اجمل منه بكتير فشخ. احنا بنحب جوزك قوي، خليه يطلقك. get away from him. I hate you. لا لمراته. لمراته. I love you. لا مش هكلمها اصلا، مش هتولع هي. back off. back off. يا بنت المحظوظة. هو متجوز مين اصلا؟ متجوز واحدة أجنبية. أجنبية أمريكانية يعني؟ بريطانية اسمها جوان. جوال؟ جوان. جوان. يعني اللي هو زغروف. My congratulations because زفر عبدين is very عبدين يعني. يا حبايبي شعب حبوب. حبوب ويحب الخير لغيره. اسمها ايه بقى مراتك؟ جوان. جوان؟ جوان ايه؟ جوان زي العابدين. يا حبيبي ايه لما بتوحشك بقى بتقول عايز جوان؟ هاتولي جوان، نفسي في جوان. نفسي في جوان. وبقالك قد ايه بقى يا زافر مكلبش في الجوان؟ عنا 9 سنوات جواز، متجوزين، وقبلها نعرف بعض من 5 سنوات يعني 14 سنة. يا حبيبتي 14 سنة وما جزعتش من أكل الحلويات. والله ده أنا بقالي 5 دقايق وجزعت. محتاجة أشوف محمد رمضان. أحدق. ممثلة جوان صح؟ ممثلة. ما كفاية كلام عن مراتك، أنا أنت مش جاي النهاردة عشان نتكلم عن مراتك. إحنا أصلاً عايزين ننسى إنك متجوز أصلاً. تعالي نتكلم في حاجة تانية. يلا بينا. بتتخانقوا؟ اكيد 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 طبعا، طبيعي جدا تكون في اوقات اللي تكون في يعني توتر، لكن ده شيء طبيعي في العلاقات. ده احلى خبر سمعته النهارده. بتتخانقوا ها؟ والله دي دعوات الولايه اللي قاعده دي كلها. لا ربنا ما يهدي سركم. واخبار بنتك ياسمين ايه بقى؟ 7 سنين دلوقتي. ياسمين 7 سنوات ونص الان، في السنه الثالثه في المدرسه. وطبعا ياسمين يعني اغلى حاجه عندي يا حبيبي. مرات ابوها. مرات ابوها. اموت في البيت. مرات ابوها. والله احن قلبي اسال حتى كركوره. وياسمين بقى يا زفوره واخده بقى شفايف باباها ولا عيونه ولا خدوده ولا شعره ولا لزازته. خلاص يا ابل انا حريت. ولا سكس باكيته. لا مفيش سكس باكيت. بص اشوف. لا انا بنظر يا ابل. ايه بقى واخده ايه من بابا؟ واخده ممكن النص فوقاني ومامتها النص ده. يا حياتي يا حياتي. لا بنته امل شفتها على موبايله. امل بس عارف ايه اللي انا فعلا استغربت له يا دفتف؟ قل لي. ما كنتش اتخيل خالص انك كسوفه كده. لا انا خجول فترات طويله جدا قبل التمثيل، كنت خجول جدا، وممكن التمثيل ساعدني اني اتخلص من الخجل اكيد. طب انا عشان كده بقى يا زافر عملت لك فقره اسمها ليله اتكسف فيها القمر. نعرف بقى كسوف القمر ده هيستمر قد ايه. يلا يلا. عندي بقى المدرب هنا، تاخد المدرب. خد المدرب يا حبيبي. هقول لك على شوية مواقف. اوكي. وعايزة أعرف بقى لو اتحطيت فيها هتتصرف ازاي. اوكي. والمضرب ناحية مكتوب عليها متر، والناحية التانية لا الكسف. جاهز؟ يلا. تجاوب بالمضرب. يلا. يلا الموقف الأول. ناجي الإنر ويل عاملين حفلة ومستضيفينك. وأنت في وسط الحفلة يا دادا
زنقتك المزنوقة، وعلى آخرك يا حبيبي طلعت تجري على الحمام. وكانت المفاجأة، كل الحمامات حمامات بنات. هتتكسف ولا هتضطر تضطر في حمام البنات؟ لا مضطر معلش. نلغي بقى حمام الرجال اللي بره ده. طب الموقف التاني، بتصور مع رجاء الجديوي مشهد رومانسي، وانتوا في التصوير دخل في البلوزة بتاعتها دبور، وهي يا حبيبتي مرعوبة وسويت وصريخ، فهل تساعدها انها تطلع الدبور ولا تتكسف؟ كسف. يا قلة بختك يا رجاء. طيب انت وهند صبري رايحين تصوير في الصحراء الغربية، ووصلتوا يومين بدري بس شنطتك يا حبيبي بوصلتش، فهند عزمت عليك ببيجامة من عندها عشان الدنيا برد. فهل هتلبس بيجامة هند ولا تتكسف، علما بان البيجامة ستنبنب؟ بس اتكسف، بس برضو مضطر. طيب وانت بتصور ستوري مع فيفي عبدو على السناب، جالها كرامب في السمانة. ولازم تديها حقنة فولتارين. فهل تديها الحقنة ولا تتكسف، علما بان الحقنة عدل وفيفي لسه واكلة كرومب؟ لا لازم لازم اديها الحقنة طبعا. ايه مضطر؟ لازم اديها الحقنة. طيب طالع يا حبيبي على البحر الصبح بدري تعوم مع نفسك، ولافف البشكير حوالين وسطك، بتبص على الشط لقيت بيبي قاعد بيعيط لوحده ومبلول ومتكتك من البرد، فهل ستتنازل عن البشكير من اجل انقاذ الرضيع ولا تتكسف، علما بان المليون تسيبه في الشاليه؟ تفصيله مش مهمه. لا طبعا مضطر. لا تقول لي بقى بتعوم فين يا زفر. هجيب لك كار واسيبها لك اسبوعين على البحر، ونعمل بقى سكيني ديب مع بعض. طيب وبكده عزيزتي المعجبة، عزيزي المعجب، نكون عرفنا ان دفدف لو اتحط في الظروف الانسانية المناسبة كلنا هننبسط. طيب هات المضرب. خلاص كده الفقرة دي المضرب خلصت. كده انت عديت يا زافر اول ليفل في اختبار الكسوف. الليفل التاني بقى is all about the truth. هل كسوفك ممكن يأثر على اختياراتك ويحرمك من أحلامك؟ أوكي. ولا لا؟ ماشي. ريتيو؟ يلا. هقول لك جملة وتكملها لي، ها؟ ماشي. أكمل الجملة التالية. أوكي. أول حاجة بتبص عليها في الست. نقط ها. جزمتها. وبتحب أنهي فردة أكتر، الشمال ولا اليمين؟ لا أهم حاجة المقاس. المقاس. طيب بتحب البنات اللي ها كبيرة؟ اسمها ايه؟ شنطتها حمرة. حمرة. انا عندي شنطة حمرة جوة مدية على بمبة كده هتعجبك قوي، جلدها ناعم. ممكن اشوفها دلوقتي؟ لا لا جوة. هي شنطة يا اخواتي على الراجل. ما بقدرش اقاوم اي نقط احمر على اي بنت. الروج بردك عندي جوه روج قصير ملبستوش من ليله الحنه، يجنن بس يخسر الروج ده عليا. طيب بحب قوي البنات اللي ما بتلبس اسمه ايه؟ اكستنشن. بتحب القرع ولا ايه؟ لا مش درجات. في 50 مكان تاني مش لازم كل يوم نون على السرير. ايه؟ طبعا مش لازم كل يوم يعني ناكل على السرير. صحيح التغيير مطلوب. صحيح التغيير مطلوب. ناكل على الترابيزه طبيعي. ناكل تحت الدش، ممكن ناكل مره في الجراج، مره ناكل في البحر. تغيير تغيير. طيب ليه يمكن اوافق بنت تا ليه قدام الناس؟ تزعق لي؟ ايه ما بتحبش الزعيق قدام الناس؟ لا طبعا لا. ده كان مزاجي عند المرحوم.
ولا كان يموت في الزعيق قدام الناس والزعيق في العربية والزعيق ورا الشجرة. لا الرجالة فعلا أمزجة. طيب بحب قوي لما البنت بتلعب لي فيه نقط. موضوع كبر يا أبلة قوي. موضوع كبر جدا. تلعب لي في شعري. شعري أنا كمان بحب قوي الشعر الطويل. طب لما بكون لوحدي وزهقان بضرب. ايه يا أبلة؟ بضرب بضرب شوكولاتة. شوكولاتة مش لوحدك مش لوحدك، كل اللي قاعدين دول مقضيينها شوكولاتة. لا كده عديت اختبار الكسوف. ما انت حلو هو بتتكسفش. لا ما احيانا والست جو بقى ما بتغيرش عليك؟ لا عادي ما بتغيرش. بقى حد يبقى عنده شجرة الكالامانتينا دي وما يغيرش عليها؟ ده انا المرحوم بشنبه اللي كان قد البورس ده كنت بحبسه في الاوضه وما بطلعهوش والله كل اثنين وخميس بس عشان ما يكمكمش. طب يا زفر انا في حاجه كده مخبيها لازم اعترف لك بيها. قدام الناس ولا بره؟ لا قدام الناس عشان تبقى علاقتنا في الدور لحد ما نخش في الدلمه. طب انا دوست على قلبي يا زافر وكلمت جوان مراتك ويا لهوي علي قالته. اقول لها يا جودي اسرار عائليه وما يصحش تقوليه. تقول لي نو يا ابله نو، انت زي ماي سيستر ولايك ماي دره ولازم تعرفي اللي انت داخله عليه. فاخدت بقى انا الاسرار اللي قالتها لي دي وعملتها في فقره وبعتها للسي بي سي. فقره ايه؟ فقره حقائق زي التين عن زافر عبدي. اعداد مدام زافر عبدين، القاء زافر عبدين نفسه. يلا خد بقى الحقائق. خير خد يا حبيبي. يروح يروح. الحقيقه الاولى، وانا في البيت ما بلبسش حاجه في رجلي. صح؟ تصدق انت غيري خالص. اهو اختلفنا. ليه؟ انا ما بلبسش حاجه خالص في البيت غير في رجلي. الحقيقه الثانيه، اكتر حته بغير منها في جسمي رجلي. ومين بقى يا اخويا اللي بيزغزغك في رجلك؟ مراتي. طب الحقيقه الثالثه، بس ده مع المفهوم ما تتفهمش غلط. لازم هي قالت كده ماشي. ساعات بحط من كريمات مراتي. لا بس في حدوته ان انا ما بشتريش كريمات خالص زي كل الرجال الموجودين هنا. صح؟ الشفونيره كلها تحت امرك كده فيه. والله الشفونيره وصاحبه الشفونيره، كريمات ترطيب وكريمات تفتيح وكريمات حلاقه تحت امرك كله. ماشي. الحقيقه الرابعه، ما بحبش الستات اللي بتتكلم كتير. لا يا ابله معلش مش خيوب عليا لو فتحت بقى. قبل انت تكلمي ولي. انا بنبسط جدا لما بسمع صوتك. يروح يروح. يلا الحقيقه الخامسه، انا بشرب من بق الازازه. يا حبيبي انت تشرب من بقي لو عايز. ماشي يابا. طب يلا الحقيقه السادسه، اخر مره اخدت بنتي ورحنا نتفرج على فيلم كرتون انا اللي رجعت معايض. يا سوسو. هو مش معايد بس كده زغزغت شويه. لا قلبه قلب جرجيره. ايه يا حبيبي ميكي ماوس مات في اخر الفيلم ولا سبونج بوب غرق؟ مش فاكر الفيلم بس تمام بيحصل احيانا يعني. قصه مؤثره. على العموم كده عرفنا ان الحلو ممكن يكمل عادي جدا جدا جدا. وبالدليل اهو. فأي بورس بقى يقول لك الحلو ما بيكملش قولوا لا يا روح طنط بيكمل اهو. شحم ولحم وريحه وبالكل حاجه. يلا جاتنا نيله في حظنا الهباب يا سمباتي.
ميد دوبليكس ميد دوبليكس هوا هوا عاد دوبليكس عاد دوبليكس سوا سوا لكم تاني وانا وحياتكم عندي ما كنتش عايز ارجع لكن في شرط جزائي في العقد بس يا زافر حد يقول يا حبيبي ان القمر ده كان لعيب كوره مش لايق عليك خالص لا العرق ولا البهدله ولا الشنكار لا انا ابتديت الكوره سن 12 ممكن 12 سنه في تونس في الترجي التونسي لحد سن 23 بس بطلت ليه بقى سليبي ولا عندكم بردك المستشار انسحب من الدوري لا تعرضت لإصابة والموضوع أخذ مني سنتين فترة طويلة كنت بعيد عن الملاعب وأصدقائي لعبوا راحوا لعبوا كأس إفريقيا وكأس العالم فحسيت أن أنا متأخر جدا دي أحلى إصابة والله حصلت ده من حظنا السعيد أنك اتصبت طب وناوي بقى تسافر روسيا السنة الجاية تروح كأس العالم أنت مسافرة؟ أنا ناوي أطلع ممكن نروح مع بعض؟ يا ريت نطلع مع بعضينا بس يا رب مصر وتونس بقى يبقوا في نفس المجموعة وانجلترا بقى يرموها تلعب ماتشاتها في الشيشان وحل حاجة عشان ما نلاقيش جوانا التانة في المدرج بس انت شتول يا زافر عجبني جدا دورك في دافينشي كود كان جميل تتريق يا هبلة ليه ما انت مش مثلت في دافينشي كود بس اتشال اتشال هو توم هانكس كده على طول منفس عمل نفس الحكاية مع إلهام شاهين وشال كل مشاهده طب بس عارف بقى اللي الدور اللي بجد لازق في دماغي ومش عارف انساه فيلم الدواحة مع اني مش عارفة يعني ايه الدواحة لحد دلوقتي دواح يعني جاي من مرجيحة يعني ممكن بالمصري ولا ايه؟ طب ما تدواحني ركبني الدواحة بس يا زازة بالراحة لا خلاص دوحت 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 بس انا عندي ليك عتاب بسيف يا دفتف خير صاحباتي الأرشانات بيشتكولي انك ما بتردش على الكومنتس بتاعتهم على السوشيال ميديا تو بي فير السوشيال ميديا طبعا بتكون في الاف الكومنتس ولا الاف اللايكس وكذا فصعب جدا انك ترد على كل الكومنتس فانا بفضل ان انا انزل مثلا شكر ولا كومنت جماعي اكثر من انه يكون فردي لانه صعب جدا انك تعدل ما بين كل الكومنتس لا انا بقى دلوقتي هساعدك بقى انك تتجاوب اكتر مع فاناتك بشكل فردي وعشان كده جمعتلك شوية كومنتس وتويتس من السوشيال ميديا وعايزك بقى ترد عليهم ماشي يلا اهم الكومنتس اهم كله طبيعي يلا اول كومنت اهمت بقى وتلم مش هتبقى انت وكاظم هتكرهونا في عيشتنا هي بصراحة عندها حق هو كاظم لازم يخف شوية انت تعمل اللي انت عايزه كاظم هو اللي يخف الكومنت التاني ظافر الشرح حل الاربعة على فكرة واخد بالك انت لا دي تعمل لها بلوك دي تعمل لها بلوك دي داخله على طمع زي طب يلا اللي بعده الهي وانت بتاكل تقف في زورك وتفضل تكح تكح وتروح لكل دكاتره بلدك وما تخفش برضو وفي الاخر تجي لي وانا اعالجك يا حبيبتي نعمه ورقيقه عسل لا رومانسيه فاكره انك هتحبها لما تيجي عليك هو ان انا لو حبيت ممثل ابقى خاينه لو زافر العتيبي بتخونيني انا مفيش من وراك غير الذنوب ارحمنا حرام والله يا اختي انت اللي دوري وشك احنا مبسوطين طب يلا اللي بعد احنا محتاجين ويكند مع بعض فعلا يا روحي يا سوسو هو انت كتبتي كده لا والله ما كتبت حاجه طب انت عايزه ويكند مع بعض عايزه الويك كله اللي هيضحك عليا بالاند اكس في صوره زون مع الافلنت يا بخت الالفنت يا ريتني كنت الفيل يا ريتني كنت خرطوم الفيل بتقول لك يا ريتني كنت خرطوم الفيل يا حبايبي الستات اتهبلت لا انا بقول لك ما تردش على الفنات بتوعك دول وسط المرحله خطر خالص سيبك من الفنات الستات دول مش هيجي من وراهم غير وجع الهرمونات احنا نركز في الفنات الرجاله انا بقى نزلت الصوره يا زافر على السوشيال ميديا وطلبت من الرجاله ان هم يتمنوا لك امنيه ما اقولكش يا دفتف على كمية الحب اللي الرجالة بتكنيها لك طبعا مش كل حاجة نقدر نقولها على التلفزيون فجمعتلك بقى اللي يقدر يتقال طيب يرجع تونس يطرقنا
يبطل يمثل، يعتزل، يتحجب، يتكسر، يتفشخ، يتفضح، يتوكس، يلعب في الزمالك، يلعب باليه، يجيله السرس، يديني موبايله ساعة واحدة، يا ريتني كنت مكانك يا أبلة. إيه؟ يا ريتني كنت مكانك يا أبلة؟ لا دي الرجالة اتهبشت. لا ده المفروض من الناحية التانية. لا يا ست. لا لا خلاص كفاية كده، ريح بيني على فين يا ظافر. طيب بص يا زفولة، قبل ما أخدك وندخل جوه يا حبيبي، وعلشان الستات دي ما تحسدنيش، أنا قررت إني في آخر فقرة أشارك جمهوري وأديهم حتة منك، ولو حاجة بسيطة، سوفونير، سيلفي مع زفر. شايفين الهدايا؟ مش منى الشاذلي اللي بتوزع خلطات في عيد الام. مين عايز ياخد سيلفي مع زافر؟ بس زي ما انتوا عارفين مفيش حاجه ببلاش اليومين دول، وعشان توصلي للسيلفي لازم تضحي، فانا هطلب منكم شويه طلبات، واسرع واحده هتجيلي بالطلب هتاخد السيلفي. يلا اول واحده هتاخد سيلفي هي اللي هتطلع لي دلوقتي ومعاها صباع روج ماك او شانيل. الاولويه للشانيل، بس مش مهم اللون، المهم ما يكونش خلسان. يلا تعالي. عايزه تشوفيه؟ الروج تمام. لا خلاص لا ما ينفعش. اتفضلي. ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ عايزه معاكي موبايل؟ اسمك ايه؟ لا ما انا هبعت لك الصوره. ودي مش معبراني خالص. انا المنتجه هنا يا حبيبتي. مش واعيه لنفسك خالص؟ روحتي خالص مش مصدقه طبعا مش مصدقه. روحي يا اختي اشبعي بي. انت يا اختي اخرتها صوره وهتنزلي انا اللي قاعده. ابطال سلام. ثانك يو ثانك يو. السيلفي اللي جاي هيكون مع اللي هتطلع لي وفي ايدها اكستنشن من راسها. لا 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 مش هينفع مش هينفع. اكستنشن لا يا ابله مش هينفع. من راس اللي جنبها. سرحتي يا حبيبتي. السيلفي اللي بعده لسعيدة الحظ اللي هتجيني بورقة 100 دولار. بس خليك خلي مش ترفع من ورا. يلا نخرج. وين عايزك؟ ناخد كل واحدة وحدها؟ يلا. تعود سنة. ثانك يو. ثانك يو. طيب السيلفي القادم من نسيب الست اللي بطاقتها فوق الأربعين. يا اختي كلكم نغه دلوقتي. لا دي بتعدي الأسوار. سامع الجمهور؟ اه ولا الجمهور خلفيته الجمهور. Thank you. Thank you. Thank you. يا اختي مصدقاك مش محتاجه البطاقه. Thank you. طيب
صاحبة السيلفي المرة دي اللي هتطلع وفي بقها مساسة أو في إيدها. إيدي يا حبيبتي معايا مساسة فاق. شوفي المسابقة واقعية. ازيك ازيك حبيبتي؟ أخبارك إيه؟ تمام؟ يروح يروح. سعادة الحاس اللي جاية هي اللي هتطلع ومعاها كولون اسود خفيف. فين الكولون؟ انت طالعة لابسة. انا هطلع في الخلفية. خلي معانا يا اختي يا سوسو. ميرسي يا حبيبتي. دلوقتي السيلفي اللي هتاخده اللي هتطلع معاها سلسلة مفاتيح مدلدل فيها أرنب. ينفع فيه؟ ينفع فيكي أطلع والنبي؟ ينفع إيه؟ فين الأرنب؟ فين أنا؟ فين؟ أعلى الأرنب. طيب دلوقتي للسيلفي اللي هيطلع ومعاه شريط ترامادول او اي دواء مهدئ. لا دي هادية خالص. لا ترامادول فعلا. ثانك يو ثانك يو. اما اخر سيلفي فهيكون كومبو سيلفي وبوسه. ايه قبل ايه بالراحه. وهيكون من نصيب اللي هيجيلي ومعاه فص كلية يمين فصيلة دم قول. لا بهزر بهزر. طيب يا زفوري كده يا حبيبي وصلنا لنهاية الحلقة. معلش معلش. تعالي 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 يا روحي. فيلا اشكروا معايا سفير الحلاوة الحسنة زافر عبدين. واللي عايز يتفرج على الحلقه من غير اساسه ولا تصوير يتصرف بقى. انا مش ناقصه. يلا اونفوار وخدوا الباب وراكم.